معكم جميل الجد صاحب الجد أنتيك. طبعا بداياتي في جمع المقتنيات القديمة والأثرية من تقريبا فوق 30 سنة، جمعت عدة أغراض تراثية طبعا في البداية. عندي الأشياء اللي يعني أهتم فيها وأجمعها الأشياء الرياضية، منها الكؤوس والدروع والميداليات والصور والوثائق عن الرياضة، لأني بكوني أنا كنت لاعب كرة قدم في نادي القادسية، تدرجت للفريق الأول، وبعدها طبعا رحت العالم التدريب، دشيت دورات تدريبية واستمريت تقريبا فوق 10 سنوات في التدريب، وخرجت أجيال حق المنتخبات البحرينية. ومن عقبها بعدين رحت نادي النعيم وصرت إداري لمدة 10 سنوات بعد كأخصائي علاج طبيعي، واستمريت ل 2006 عقب ما صار الدمج بين جد حافظ ونادي النعيم، صار نادي الشباب، واستمريت يوم ل 2006. في 2006 طبعا خلاص هديت التدريب وهديت الإدارة، واستمريت الحين في الدورات الصيفية مع الشباب. الشباب اللي كنت أمشي وياهم كلهم تقريباً عندهم متاحف، وكانوا يعني يهتمون في الأشياء القديمة، فقمت أنا بعد وقمت أقلدهم وصرت على سيرتهم هم نفسهم، وقمت بعد أنا أشتري، واشتريت من عدة دول في الخليج منها البحرين هنا، واستمريت وياهم للوقت هذا، يعني للحين تقريباً في 2023، وأنا ابتديت تقريباً من 85 في جمع الأنتيك. المقتنيات الفريدة طبعا عندي الفناجيل القديمة، يعني أثرية طبعا شحيحة في البحرين ونادرة. عندي الكاميرات الفوتوغرافية الألمانية منها والإنجليزية منها، عندي نفس ما قلت لك حتى الكؤوس والدروع القديمة يعني من سنة 70 تقريبا، يعني صنعهم موجودين عندي. عندي الأشرطة القديمة، يعني الأفلام قديمة، مباريات قديمة، مسرحيات، مسلسلات بحرينية، كل شيء موجود عندي مقتنينهم وعندي موجودة يعني. هاي طبعا الأشرطة يعني جميع الأنواع موجودة عندي، منها مباريات، مسلسلات وتمثيليات، بالإضافة إلى أفلام قديمة مصرية عربية موجودة يعني الحمد لله، يعني مال السبعينات ومال الثمانينات والتسعينات كلها يعني من مقتنياتي موجودة عندي في المتحف. عندي اللي هي السماور
طبعا هذه السماور جلبوها من اكثر شيء من مصر ومن تركيا ومن الصين. هذه السماور طبعا 3 في 1 يسوون فيها الشاي، يحطون فيها الماء وتسخن ويستخدمونها. عندنا بعد اللي هو بيكون تبعها الاباريق الشاي اللي يفرغونها من السماور الى الاباريق موجوده عندنا، يعني موديلات قديمه من 70s و 80s، بالاضافه الى الاكواب، لان ما كان قبل يستخدمون استكانات، كان يستخدمون الاكواب، فالاكواب موجوده وياهم، وهذه الأشياء موجودة حالياً عندنا. هذه طبعاً وسائل تعليمية قديمة استخدمت في مدارس البحرين. طبعا انا لحقت عليها ايام ما كنت في سنه 1970، كنت في المدرسه، كان المدرسين يعني يعرضونهم لنا على السبوره، لان ما كان في وسائل تعليميه غير هذه الوسائل، هذه اللي عرفناها يعني ودرسنا فيها. طبعا هي تتكون من القماش الجيد الممتاز اللي ما في موجود منها الحين، وما اعتقد بعد ان الحين يسوون وسائل تعليميه، فحبيت ان احتفظ فيها لان تذكرني بالماضي الجميل، ايام المدرسه وايام يعني الدراسه اللي كنا فيها في 70s و 80s. طبعا اللي بيفتح متحف لازم يكون عنده يعني مقتنيات قديمه، على اساس انه باكر لو حب يبيع تجيب لها سعر ممتاز، لو حب مثلا يسوي متحف على اساس الناس تجي تتفرج، رايح الناس لما تشوف الاشياء القديمه راح ترجع للماضي القديم، فبترتاح نفسيا من الاشياء اللي بتشوفها. يعني انا انصح جميع شباب البحرين ان يقتني بالاشياء القديمه، لان هذه تذكرنا باجدادنا وتذكرنا بالماضي الجميل، تذكرنا بدوله البحرين ايام زمان، ايام الاشياء الحلوه يعني. فنتمنى من كل شباب انه يفتح له ميلس، يحط له مثلا دنشل، يحط له درايش قديمه، ويجيب الكاميرات والتلفزيونات والاشياء الزجاجات الاشياء القديمه ويحطها في الميلس، يعني ذكريات الى اجدادنا وابائنا.